لماذا كرر أنصار بولسونارو ما فعله أنصار ترامب في الولايات المتحدة؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناتكم. ما حصل البارحة كان هو متوقع، وهو في النهاية هو محصلة الانقلاب الذي حصل بعام 2016 في البرازيل، والتي هيأت له الثورة الملونة التي بدأت عام 2013 وهيأت الجو العام في البرازيل لإحداث هذا الانقلاب الجذري الذي أطاح لاحقا بالرئيس ديلما روسيف، ومن ثم ملف تلفيق الملف الملفق للرئيس لولا وسجنه ومنعه من الترشح وإيصال جاير بولسونارو إلى السلطة في البرازيل. وراء هذا العمل كله كان هناك مشروع سياسي اقتصادي يهدف إلى وضع اليد على الثروات البرازيلية، فكل إنجازات التي حصلت في عهد الرئيس لولا منذ 2003 إلى 2010 ومن ثم إلى في عهد الرئيسة ديلما روسيف حتى العام 2016 تم الإجهاض عليهم بعد وصول ميشيل تامر والرئيس بولسونارو إلى سدة الحكم. الهدف الأساسي كان الاستيلاء على الثروات البرازيلية وخاصة قطاع النفط الذي كان قد تم اكتشاف كميات كبيرة وضخمة من الغاز والنفط على طول الشاطئ البرازيلي والمعروف بالبريساو. هذا كله كان هو السبب الأساسي وراء الانقلاب الذي تم تدبيره من قبل الإدارة الأمريكية عبر تشكيل أوسع تحالف في المجتمع البرازيلي، هيئ الجو بكل الطرق والأساليب وعبر الإعلام، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس ديلما. بولسونارو كان هو الرئيس الواجهة لمشروع اقتصادي أدى إلى الاستيلاء على الثروة النفطية البرازيلية وأيضا إلى خصخصة ما تبقى من القطاع العام البرازيلي، وتم تسليم اليد إلى شركات خاصة، إضافة إلى إحداث تغيرات جذرية بنظام العمل البرازيلي. فكل الإنجازات التي حصلت عليها الطبقات المعدومة والعمال في البرازيل خلال 120 عام، خاصة عقد العمل الجماعي، تم الإطاحة به، إضافة إلى رفع سن التقاعد للنساء وللرجال في البلد. فكل هذه الإنجازات التاريخية التي حصل عليها الشعب البرازيلي عبر عقد وعبر قرن وعقدين من الزمن تم الإطاحة فيهم خلال 4 سنوات. طيب، من حكم هذه النقطة وضحت.